الحديث موصول حول سيرة الرسول، صلوا على الحبيب. ونحن الآن دائما بصدد الحديث عن تجديد بناء الكعبة لما بلغ الحبيب سن 35. وقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن المرات التي أعيدت فيها بناء الكعبة. كم من مرة؟ 4 مرات. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن بقية تفاصيل الحادثة. شرع كبراء قريش في تجديد إعادة بناء الكعبة التي هدمتها السيول، وكان محمداً صلى الله عليه وسلم 35 عام يشارك في البناء، وكانوا لا يقبلون إلا كبير السن، ويعتبر محمد صلى الله عليه وسلم المشارك هو المشارك الأصغر سناً، لأن أمراً عظيماً لا يقبل المشركون أبداً أن يدخل إليه من يرونه دون المهمة الجليلة، فهي مهمة جليلة، وجلائل الأعمال لا يقبل فيها عند المشركين إلا الأجلاء. فكونهم قبلوا محمداً بهذا السن فلقد أدرجوه في الجلالة، أدرجوه في من كان مؤهلاً حسب رأيهم لإعادة بناء الكعبة. فكان عليه الصلاة والسلام يحمل الحجارة على كتفه، وكان يتزر بمئزر، يلبس مئزراً. ولما رآه عمه العباس يضع الحجر على كاهله وليس له رداء، كأن الحجر يؤثر في كتفه، فأشفق من حاله عمه وقال: لو أنك حللت إزارك ووضعته على كتفك فتضع الحجر على الكتف فلا تؤذى. هكذا كانوا في الجاهلية، لا يهم أن يظهر الإنسان بعورته. الله. ولذلك كان يطوفون في الجاهلية عرايا، كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عرايا. فنادى فيهم سيدنا رسول الله ورسوله أبو بكر وعلي في السنة 9: ألا لا يحجن هذا البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان. كانت مسألة أن يظهر الإنسان عارياً في البيت على عهد المشركين عندها واحد المعنى، واسمه هو المعنى: تجرد من ثيابك كما تتجرد من ذنوبك، يعني اذهب إلى الله عرياناً. هكذا. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم وحل هذا الإزار ووضعه على كتفه فسقط على الأرض مغشياً عليه. عندي هذه. وسقط صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، وسمع من يقول له: يا محمد خمر عورتك، يا محمد خمر عورتك، يا محمد خمر عورتك. فما رؤي بعد هذا اليوم عريانا. الله، إنها إرهاصات. من الذي حدثه؟ الله أعلم، الله أعلم. لكنها سنتحدث عن هذه الإرهاصات، لأنه دنا من سنة البعثة، دنا من العمر الذي يكون فيه مؤهلا لاستقبال الوحي. فبنيت الكعبة وبقيت موضع وضع الحجر الأسود، وهذا هو مربط الفرس في إعادة بناء الكعبة. فلما حان وقت وضع الحجر الأسود، وكان الحجر الأسود كانوا يضعونه على حائط الكعبة تعظيما له، لأنه ما كانش الكعبة على عهد المشركين ما كانش عندها سطح، كانت غير حيطان، كانت حيطان، ودير الحجر الأسود فوق الحيط من جهة الركن اليماني. وكيفاش كانوا يديروا لها؟ واسمه هو اللي كان عندها السقف، واسمه هو غطاء، كانوا يغطونها، يجيبوا شي كتان ويغطوه. هما غير حيطان وما عندوش سطح، والحجر الأسود فوق الحيط، ودار عليه شي ثوب
كانوا يسترون الكعبة بثوب ولا سطح له، فبناها المشركون وجعلوا لها بابا واحدا وليس بابا، ثم رفعوا ديال الباب. شتو قداش عارف دينا شتو اجرفها؟ لماذا رفعوها؟ كانت عندها باب بالمشرق والباب بالمغرب، وكانت في الارض كانت موازيه. سيدنا ابراهيم دارها متلاصقه مع الارض، والباب لاصقه مع الارض. علاش؟ ليسهل دخولها بالنسبه لكل من يزورها. لكن لما تكاثر الناس وكانت مساله دخول البيت امر يسير، يقع الزحام ويتهافت الناس، فالمشركون لما لم يكن لهم المال لإعادة بنائها على قواعد إبراهيم جعلوا لها بابا واحدا ثم رفعوها على الأرض حتى لا تكون متاحة لكل أحد، لأن يمشوا ينعسوا ويخلوا الكعبة. وكانت عندها واحد الباب، شكون كان يدخلها؟ تأتي الكلاب، يأتي يعني كما يسموه الماعز، عناق يضربها برأسه وتبيت المعزة داخل جوف الكعبة. فرفعوها لهذا السبب، رفعوها. فاختلف إذن المشركون في من يضع الحجر الأسود، وكان محمد غائبا. صلوا على الحمد، كان محمد في لحظة إنه صلى الله عليه وسلم يكون تشرئب نفسه لهذا الشرف، وكان ابنه السلام، لكن العرب كل أعينهم كانت متوجهة إلى الحجر يبني، وفي عقله وهو يبني في عقله من ذا الذي يحظى بشرف وضع الحجر الأسود؟ مسألة عظيمة، كانوا كلهم ينتظرون هذه الساعة. يا الله، لا إله، يعني التدشين، من يدشن؟ يعني في المعنى الجديد هو تدشين، من الذي يضع؟ احنا عندنا التدشين تاع اليوم هو ياتي الوزير او ياتي المسؤول ويدير له ذاك الاخر ويعطوه المقص يعلن في الناس ان العمليه انتهت وان بيت الله اصبح جاهزا لاستقبال الطائفين والعاكفين والركع السجود. فارتفعت اصواتهم وبلغت بهم الخلاف الى درجه ان توعد بعضهم بعضا بالحرب، وأنه لن ينجيهم من هذا الأمر ولن يحكم بينهم إلا السيف. وكانوا إذا ادلهمت الأمور واحلولكت الظروف، احمرت الأحداق وتوعدوا على القتال، كانوا يؤكدون على ذلك بفعلة شنيعة، يأتون بجفنة وفيها الماء فيدخلون أيديهم، لا فيها الدم، يأتون بجفنة وفيها الدم فيدخلون أيديهم في هذه الجفنة من الدم، معلنين أن الدم هو الذي سيفصل في من يضع، يعني عزم أكيد على إشعال نار حرب لا ينطفئ أوارها. يا ربي يا ربي، جاهلية، واش غادي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على الحبيب محمد. فقرروا إذن أن يتقاتلوا وأن يكون القتال هو الفيصل بينهم. فإذا بشيخهم الفاني الكبير أبو أمية بن المغيرة المخزومي يقول لهم قبل أن ينصرفوا، قال لهم شو لماذا لا تحكمون فيكم أول رجل يطلع من هذه الباب؟ فقيل هي باب بنو شيبة، وقيل باب الصفا، اللي مشى البيت الله الحرام يعرف هذا، باب الصفا اللي جاي حدا جبل الصفا. وكان بنو شيبة، تعرفوا شكون ما بنو شيبة؟ شكون ما بنو شيبة؟ شكون ما بنو شيبة؟ هم أصحاب المفتاح، أعطى لهم الله أعطى لهم المفتاح ليكونوا سدنة البيت إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى العثمة بن طلحة من بني شيبة، قال له خذها أبد الآبدين، لا يأخذها منكم إلا ظالم. هما يحلوا الباب منين يجي يغسلوها في رمضان وفي الهجرة، هما يحلوا الباب، هما يأذنون لمن شاء أن يأذنوا. ولكرامة بني شيبة على الله، هالقبيلة اللي بقي حتى اليوم،
لكرامتهم على الله سبحانه ولكونهم هم أهل البيت وسدنته وأصحاب مفتاحه. الباب ديال بنو شيبة جات حدا باب 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 السلام، باب سيد ربي وباب بنو شيبة، عاد باب محمد صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا الله. فقال وابو أمية ابن المغيرة المخزومي: لماذا لا تحكمون بينكم أول رجل يطلع من هذه الباب، من هذه الجهة، باب بنو شيبة أو باب الصفا، ما يهمناش ما يهمناش. ولم يتم كلامه حتى طلع عليهم الأمين، صلوا على الأمين، فنادوا أجمعين بلسان واحد، تواطأت ألسنتهم على أن تلهج بنفس الكلام، فقالوا: رضينا بالأمين حكما. الله غذرك عنهم يتوعدون على الاقتتال، وقبل قليل كانوا يضعون أيديهم في جفنة من دم يتوعد على أن لا يفصل بينهم في خلاف ماذا إلا السيف والدماء والولغ في القتل، لكن قالوا: رضينا بمحمد الحكم، صلوا على الحبيب. وشوفوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له سابق علم أو خبر بما آلت إليه ظروفهم في اختلافهم حول هذا الأمر، هو جاء ولم يسمع إلا كلمة رضينا بمحمد الأمين حكما، وما كنتما على ماذا تختلفون؟ نختلف حول من يضع الحجر الأسود، هذا الشيء اللي تختلفوا فيه. شو ايتوني بثوب، جاءوه بثوب، قال: فليقم من كل قبيلة كبيرها، انتخاب، انتخبوا لنا، فلتنتخب لنا كل قبيلة من ترتضيه لهذا الشرف أهلا، فيخرج من كل قبيلة سيدها، فيأمر النبي سادات كل قبيلة أن يأخذ بطرف الثوب، فأخذ كل سادات القبائل الموجودة بطرف الثوب، فقال: الآن ارفعوا هذا الثوب، فرفعوه، فأخذ النبي صلوا على الحبيب الحجر الأسود فوضعه في هذا الثوب، فقال: إذا احملوه احملوه، ارفعوه ارفعوه، حتى وصلوا به إلى مكان الحجر الأسود، فأخذه الحبيب بيديه، قال لهم: خليه هكذا، خليه الثوب هكذا، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود فوضعه في مكانه، قال: الآن اجذبوا هذا الثوب، فجذبوه، فانتهت فتنة وضع الحجر الأسود بهذه البساطة واليسر والسهولة. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هذه القصة التي سبقت البعثة والتي تعد من إرهاصات النبوة، منه هك إن شاء الله غادي تبدي في النبوة إن شاء الله، عاد غادي تبدي السيرة إن شاء الله، من الآن فصاعدا ستبدأ السيرة. هي من قبل كانت سيرة، ولكن الآن سيرة متصلة ومستمرة، ماشي 5 سنين 10 سنين، سيرة انت كل نهار بلياليها وأيامها وساعاتها، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا العمل وهذا التصرف نستخرج منه الدروس التالية. الدرس الأول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام الطريقة التي استعملها في فض هذا النزاع وفي القضاء على هذا الخلاف وفي إخماد نار هذه الفتنة كانت طريقته حكيمة، الحكمة ثم الفطانة ثم سرعة البديهة. يا أخي، أنتم إذا قرأتم عن صفات النبوة تعرفوا اسمه هي الصفات متاع الرسل؟ شكون يقول لي ما هي صفات الرسل؟ اسمه هي الصفات الواجبة في الرسل، واسمه ها؟ الصدق، الأمانة، زيد ما أنتم مشيتوا الشجاعة، مشيتوا غير الصفات التي تجب فيه الصدق والأمانة، زيد
الصبر هذوك هذوك لا 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 التي تجب فيه ها هو شد. اذا الصدق أربعة أربعة يقولكم قريتوها زعما قريتوا الصفات الواجبة في النبي أربعة واسمه الصدق والأمانة أربعة والفطانة زيد وزيد إي والله يعطيكم الخير والتبليغ عقل عليه هذا الصدق إيوا والأمانة والفطانة والتبليغ إلا ماشي تبليغ ما إلا ما بلغش ماشي رسول إلا ماشي فطن كيس ماشي رسول إلا ماشي صادق وماشي آمن إيش ما الرسالة إيش ما الرسالة ها ولذلك هذه شو الصدق والأمانة كانت من قبل ولا ما كانش خمس كان قالوا له أنت الصادق ومنين جاء دخل قالوا هذا الأمين رضينا بالأمين حكما واسمه بقتله ذروك واسمه قتله التبليغ حتى يجي نبي واسمه بقتله الفطانة ظهرت في كل مراحل حياته وإنما ظهرت الفطانة وسرعة البديهة أكثر ما ظهرت في هذا الحدث. شو سرعة الفطانة؟ شو؟ يعني أن الأنبياء كما أنهم أتقى الناس قلوبا فهم أذكى الناس عقولا. لا تعتقدن أبدا أن النبي صلوا على الحبيب هو تقي القلب ونقي القلب واما عقله بحال واحد العدد نتاع الناس يبقاو يمدحوا لنا في الباهل يمدحوا لنا في الباهل هذا واش ما يقولوا هذا مجدوب هذا راك غير تشوفوا هكذاك هذا راه البركه وكذا هو ما عنده عقل الى مشى لك العقل مناط التكليف فقدت حتى التكليف مرفوع عليك لان التكليف مناطه العقل فلا يكلف إلا العاقل فالمجنون والنائم واللي يدخل في غيبوبة كل هؤلاء عياذا بالله كلهم مرفوع عليهم التكليف رفع القلم عن كيف يقول المسلس رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ مشالوا العقل وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم الصبي مازال العقل القدرات العقليه لم تكتمل والنايم تعطلت قدراته العقليه مشى يرتاح المخ والمجنون مشى له العقل قاع ولذلك يقول ابن تيميه المجنون حين يجن حين يفقد عقله ما حكم الشرع في مجنون هذا اللي يقولوا له مجدوب ما حكم الشرع في المجنون ها لا يكلف ولكن عند ربي وجزاؤه عند الله هو في الدنيا مرفوع عليه التكليف ولكن في الآخرة يختم الله له في الساعة التي فقد فيه عقله فإن كان قبل أن يفقد عقله صالحا وأصابه الجنون وهو حي ختم له في الدنيا على الصلاح فهو من الصالحين عند الله أي من لقيت اللي فقد العقل تاعه رفع عنه القلم وقبل أن يفقد العقل كان سليما صحيحا يصلي يعمل هو من أولياء الله تعالى هذا ربي رحمه ويعتبر هذا الجنون ابتلاء وأما إذا كان قبل أن يجن ويفقد عقله سكيرا كان هو السبب في تخريب عقله أصحاب الكنينة أصحاب المخدرات أصحاب الخمر حتى فقد عقله ختم له في الشر وهو في الدنيا فهو من أعداء الله ولذلك حنا كنقولوا ذاك الشيء اللي ينزل المصائب نتاع سيدي ربي من السماء اما ان تكون ابتلاء واما ان تكون عقابا تكون ابتلاء لمن كان في الطريق فالله يبتلي المؤمنين وتكون عقابا لمن تنكب عن الطريق عقاب في الدنيا وفي الاخره عذاب عظيم الله اذا المصائب زوج هذا مسكين غادي مع الطريق تاع سيدي ربي واصيب بالجنون هذا ما يضيعوش الله تعالى ولكن هذا الله يحفظه ويستر غادي مع الطريق غير الفلاسف تلمش عقله هكذا لان الله تعالى انعم عليه بنعمه فلم يشكر الله على نعمه العقل وبقى يخربها بالدخان اصحاب الدخان الشمه اصحاب الكمي القرقوبي كل من عطل عقله
والعياذ بالله، نسأل الله العفو. تعطل العقل باش يكون تعطل العقل المسلمين بماذا يعطل العقل؟ العلماء قالوا كل خلايا الجسد إذا ماتت زيد تعوض إلا خلايا المخ، إلا تموت ما تتعوضش. ولذلك سيد ربي أراد لهذا العقل أن نحفظه، باش نحفظه. فحرم الله تعالى كل مسكر ومفتر، المسكر والمفتر يمشي مباشرة لقتل خلايا المخ، فحرم الله تعالى ما يضرب نعمة العقل في الصميم، الخمر، المخدرات، المسكرات، المفترات. ايوا زيد، واسم اخر هذا كيسمى الادمان المادي، ادمان مادي. الادمان واسم هو ان تكون نفسك وجسدك زيد لا يعيش وتستحيل حياته الطبيعية إلا باحتياجها الدائم إلى، يعني تسم الدم دياله، ولا مدمن. مدمن ما معنى مدمن؟ ولا يعبد الدخان بحال كثر ما يعبد سيدي ربي. صايم وقبل المغرب قابض الكارو، يستنى غير الله أكبر باش يجبد، ما يقدرش. يا الله، هذا الإدمان معروف. والإدمان الثاني الذي يقضي على العقل واسمه هو، هذا إدمان مادي، الإدمان المعنوي واسمه هو حينما تدمن زيد المعاصي. الله، واش عباد الله المرأة عندها 60 عام وما تنوض شيء على التلفزيون تفرج في المسلسلات التركية والمؤذن يؤذن. امرأة قال لها ولدها تمشي تحجي، قالت له مازال حتى يكمل المسلسل تاع غوادالوبي. يعني أدمن الإنسان إلى درجة، هذا المسلم أدمن إلى درجة أنه لا يستطيع أن يضيع نظره والتفرج إلى كرة القدم، الظهور والعصر والمغرب هو في القهوة جالس، صلي ولا وذن ولا دبر راسك، وهو هكذا خاشع متسمر. وهذا الإدمان أخطر، يلغي العقل، ما بقاش يفكر. صرحته كاين المرأة، قرأت في بعض الجرائد أن امرأة سلب عقلها وهي منسجمة تمام الانسجام مع النظر إلى لقطات المسلسل، ونسيت ابنتها في بيت كان فيه المجمر نتاع النار، حتى شمت الريحة نتاع النار ديال المشوي ومشات صابت بنتها نشوان. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هو شرك من جهة، كي تلغي العقل، كي تلغي العقل واسمك وقوال، كتلغي العقل واسمه قوال. ولذلك فالانبياء هم اعقل الخلق، بل ماشي بعقل، افضل الخلق واكيس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما كيقول لك المؤمن، المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن. وكيقول لهم لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، واش ما عندكش العقل؟ مشي درت انت يدك في الغار وقرصك لحنش منعت، وليت ثاني درت انت ما عندكش العقل، انت ما اليهود يقرصوك اليوم ويخالفوك في المواعيد اليوم ويلغون الاتفاقيه اليوم وغدا، ومازالوا انت تقول لي نعطيهم باغي السلام. حمار انت، استحمرت، فقدت عقلك، فقدت عقلك، ما عندك عقل. المسلمين ما بقات لهم فطانه، مش شكون على كذا على المسلمين؟ قادات المسلمين وازمه الامه، ازمه قياده، فقدوا عقولهم. لا فتنة ولا كياسة، لا فتنة ولا كياسة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والشعوب إلا من رحم ربك. واش الإنسان اللي عايش الشهوات نتاعو وعايش الأهواء نتاعو وعايش 40 عام ومازال والعياذ بالله مازال عنده الاهتمامات نتاع الصوار، هو مرقب على القبر، هو لا زال عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، مازال عاد، لا حول ولا قوة إلا بالله. فرسول الله صلوا عليه أفطن الخلق وأكيس الخلق وأعقل الخلق. واحد السيد يقول له أنا مش الناس اللي ما عندهمش العقل بحال المدينين، أصحاب الجلالب وأصحاب كذا، يا لطيف ما عندهم عقل، كسرت اللي ما عندهمش العقل هذا المدينين، أروحوا نحسبوها بالعقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطع الله تكن عاقلا ولا تعصيه فتكن جاهلا. فجعل النبي طاعة الله هي أصل العقل،
وأصل التعقل، لأن الذي يطيع الله يربح سعادة الدنيا ويفوز في الآخرة في الخلود. أروح تشوف اللي عساس ربي يربح في الدنيا ولا ما يربح؟ إذا يربح اللي يربح في الدنيا، اللي يحسن اللي ولا يتعطى الشهوات والزينة والخمر، كي تكون حياته، كي يكون قلبه مريض، حرب يشنها الله عليه، لا يطمئن، لا تسكن نفسه، لا يستريح. يقول سيدنا ومن يريد أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لطيف لطيف. الذي لا يطيع الله ينقطع حبل صلته بالله، وإذا انقطع حبل صلته بالله لا يأتيه النور. واش بيجي له؟ الظلمة. انت عمل انت إبليس، فيعيش في الظلمات ليس بخارج منها، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مشاو والأخيرة راك تشوف كي دايرة، الأخيرة قرأ القرآن حتى من ناحية انت العقل. الطائعون لله المتدينون حسبوها مزيان، لأن إلى قامت الدنيا مع الأخيرة في الوقت وفي الزمان هذه إلى نفاذ، ما عندكم ينفذ والأخرى باقية. كيف تقار، كيف تبيع الفاني بالباقي؟ هذه من ناحية الزمان. من ناحية النعم، نعم هذه زيد نسبية زيد ومؤقتة، نسبية ومؤقتة، نعم هناك زيد مطلقة زيد ودائمة لا تحول ولا تزول، ونعم اليوم زيد مكدرة. باش مكدرة؟ بالمصائب. إذا فرحت يوما تحزن أياما، إذا عوفيت يوما ابتليت أياما، إذا صح جسمك أياما سقم أياما. فنعمة الدنيا نعمة مكدرة. بلاش مكدرة، مكدرة بالبلايا بالمصائب. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنا خلقنا الإنسان في كبد، مكابدة. إذا فنعم اليوم مكدرة، أما نعم يوم القيامة نعم تزداد في كل يوم بهاء وجلالا. حتى من ناحية اللي يحسبها مزيان، حتى ماديا إذا حسبتها كتصيب. الطائعون لله زيد أنقى الناس عقولا وأتقى الناس قلوبا، والله أراد منك قلبا نقيا وعقلا ذكيا. قلب نقي وعقل ذكي وخلق سوي، لأن الخلق السوي هو نتاج العقل الذكي والقلب النقي. الله، هذه هي قاعد شوف، هذه هي مجمل وجوهر رسالة الإسلام. واسمه هي قلب عقل، قلب نقي وعقل ذكي وخلق سوي. هذه جوهر الرسالة، قلب نقي وعقل ذكي فطن وخلق. إيوا وزن روحك يا حبيبي، هذا النهار روح خرج وزن روحك. أتباع رسول الله، أحباب رسول الله، أولياء الله قلوبهم نقية وعقولهم ذكية وخلق وأخلاقهم سوية. اللي ما عندوش القلب نقي وعقله ذكي وذكي هذا خرج من الولاية، بحال اليهود أذكياء، العقل مريض القلب مريض. سماهم ربي المغضوب عليهم، عرفوا ولم يريدوا أن يعملوا. واللي عنده العقل واللي عنده القلب نقي والعقل بليد خرجوا من الولاية. علاش؟ لأن العقل هو الذي يدفعك لكل الخيرات. إذا ما عندكش العقل بهلول، والبهلول راك تشوف ماذا ينفع. ولذلك واحد الدراسة، أنا شكيت في دراسة أمريكية، أنا شكيت في النتائج نتاعها، سمعتها في واحد القناة. قالوا أكثر الناس عرضة لأمراض القلوب وتشنج الشرايين هم البلداء البليد. قالك البليد تعرض عليه المشكلة وما عرفش كيف يتصرف، يبقى جالس ويبكي. واش بغيتي اللي يبكي؟ أنا ما صبت كي ندير، وأنا ما صبت كي ندير، وكذا وكذا. لا يحسن إلا الشكوى،
لا يتصرف، لا يتحرك. تخيل أمة كاملة الآن عطلت عقولها وتنتظر من الآخرين أن يفكروا لها حلولاً في مشاكلها. يخصنا دائما المراكز نتاع الدراسة الخارجية اللي تعطينا تشخيص للحالة الاقتصادية المغربية، تشخيص للحالة التربوية، تشخيص لكذا تشخيص، وهي هما عدينا فيصفوا أحوالنا وهما اللي يديروا لنا الحل، وإحنا وين راه من الواقش نتاعنا؟ من برا يفكروا لك، حتى باش تفكروا يفكروا لك هما. هكذا هما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحلون مشاكل العالم. خرجوا من شبه جزيرة العرب، كانوا رعاة للأغنام، فتحولوا إلى قادات للأمم. المسلمون أتباع رسول الله، ليس بولهاء، ليس بولداء. يجي واحد السيد مسكين درك ويعطيني واحد الورقة قبل ما ندخل عندكم، ومختلفين الناس في المدينة على من؟ على جلسة الاستراحة والسنة واش ماشي سنة. تخيل انت الناس غادي تنفرق في مدينة كاملة والجمع فيه فتنة تشتعل كما تشتعل النار في الهاشم، ماشي بين أصحاب السكيرية، لا، ما بيشكون المصلين. وفين؟ في المسجد. وفين المسجد؟ المسجد الرئيسي. وعلى من؟ على جلسة الاستراحة. كاين اللي يقول هذه سنة، ومشاو داروا بحوث وكتبوا مساكين وصيفطوا لي وقال لك الله يخليك خصك تجاوبنا يا الله، يا العقول تاع أمة محمد في الوقيتة التي تحرق الأمة ويداس المسجد الأقصى وتحارب الهوية والناس يتقاتلون حول، والله لا اليهود لا راهم مريحين، أقسم بالله. علاش اليهود الآن تجرؤوا على بيت المقدس وقرروا هدمه؟ لأنهم رأوا أن المسلمين ليسوا أهلا للمواجهة. الأمة اللي تقاتل على الكورة ويخرجوا في الجزائر وفي مصر حروب إعلامية وتجيش جيوش، هذا عقول هذا؟ أمة ما شبعت من جوع وما أمنت من خوف، أمة استبيحت أعراضها ومقدساتها، ما تخرجش ما تتحركش وتتحرك على الكورة على اللعب. أمة تتحرك على اللعب. أحبابي راكم تفهموني ولا ما راكمش؟ الشباب، انا كنتكلم على الشباب، انا كنتكلم على الشباب اللي راه يجي للجامعه. لا اله الا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نزيدش في الموضوع هذا، هذا الدرس الاول تاع الحكمه والفطانه ورجاحه العقل، فرسول الله اعقل العاقلين. هذه الاولى. الدرس الثاني، وهو أن العرب، قبائل العرب، تنافسوا في شرف. واسمه هذا الشرف؟ بناء الكعبة. كلهم ساهموا في بناء، ولكن الشرف ديالش وضعوا الحجر الأسود، القلب ديال الكعبة، يتنافسوا على القلب، يتنافسوا على الحجر الذي أنزله الله من السماء، يتنافسوا على الحجر الذي أنزل من السماء له شعاع ونور يخترق السبع الطباق، ولولا ذنوب العباد لما انطمس نوره. هم لم يعرفوا على شرف نفسه. هذا الشرف الآن الذي يتنافسون فيه. من الذي حازه؟ من الذي حازه؟ هم تنافسوا في الشرف وأرادوا أن يقتتلوا عليه. بالله عليك، الناس غادي يتقتلوا على هادشي كاملين، ويجي واحد ويسمحوا فيك ويعطيوه له، الناس غادي يتقاتلوا عليه بسرعه. يتنازلون جميعا لمن؟ لاصغر الناس سنا. واش راكم تشوفوا؟ هذول ما يدقوش، ما كانوش يدقوا على فيلا، كانوا يدقوا على اعظم شرف في هذه المنطقه، وهو شرف وضع الحجر الأسود. وكادوا أن لم يكن أحد بمقدوره أن يتنازل لأحد كيفما كان. شيوخ، واحد ما قال له هذا كبير، علاش ما قال، علاش ما عطاوهاش الأمية بن المغيرة؟ أسنوا الناس، قالوا نقدمك لكبار سنك، يلا هو دير ياك. حتى عندنا في الانتخاب منين يتعادلوا الأصوات لما شكون ينجح؟
دائما كبرهم سنا. وحتى في الامامه كيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا امكم اقراكم لكتاب الله، فان كانوا في القراءه سواء فاعلمكم بسنه رسول الله، فان كانوا في العلم سواء فاقدمكم هجره، فان كانوا في الهجره سواء فاكبركم سنا. يعني الكبار السن هي من المسائل المعتمده في تقديم الناس وتاخيرهم. كان بيقول كبر كبر اي قدم الكبير، فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكرام، شوف ان من اجلال الله، ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبه المسلم. اذا اردت ان تجل الله وتعظم الله فاكرم الكبير. وايما شاب وقر كبيرا الا قيض الله له عند شيخوخته من يوقره من الشباب كما تدين تدان. الله الله. اذا كان بالامكان ان يجتمعوا على رجل كبير في السن لكنهم لم يرضوا. فما ان طلع محمد الا تنازل الجميع. هذا عجب هذا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا استفتاء ولا مش استفتاء؟ استفتاء ولا مش استفتاء؟ واستفتاء استفتاء عملي. ومنين؟ من اكبر زعماء قريش. شحال ادى فيها النبي صلى الله عليه وسلم النسبه نتاعها وشحال؟ 100%. هل رايتم رجلا تقدم الانتخابات الرئاسيه او انتخابات في المجالس النيابيه او المجالس الجماعيه او الجمعيات، هل رايتم شخصا حاز بهذه الاريحيه على 100% ولم يكن هنالك بل فرح الجميع لتقديم محمد ووصفوه باعظم الصفات؟ جاء الامين. يا الله، جاء الامين. مرحى مرحى بالامين، رضينا بالامين حكما. قالها الجميع تقاتلوا على الشرف ويأبى الله الا ان يحوز به محمد. من الذي جعل هذا الشرف يناله رسول الله؟ لكي يكون حجة على المشركين الذين سيقفون ضد رسالتي حينما يبعث فيه. يقول لهم غير البارح وأنتم كدتم تتقاتلون على أعظم الشرف، فأعطيتم هذا الشرف لمحمد كرسالة، رسالة مضمونها مضمونها هو أن محمدا حاز على ثقة الجميع ورضا الجميع، فقدم محمد في أعظم الأمور، قدموه قبل أن يقدمه الله. فتقديم المشركين لمحمد في الكعبة هو تمهيد لتقديمه من قبل الله رسولا للعالمين. الله. إذا هذا شرف، هذا الشرف. لا إله إلا الله. العقل مع شرف. وشكون هما اللي كيربحوا الشرف دائما؟ شكون؟ شكون يبقوا يذكرون ابد الدهر؟ شكون؟ شكون اللي يحوزوا على الشرف؟ شكون؟ شكون هما؟ اصحاب اولي الالباب اللي يفكروا بعيد، اللي يفكروا بعيد. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ما معنى شهيد؟ حاضر البديهه، ماشي غيب. كاين اللي معاك وغيب، كاين اللي معاك وغيب، كاين اللي تهضر معاه وهو غيب. الله. إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. واللب هو جوهر ما في الإنسان، جوهر العقل اللب. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، النهى. إذا فأصحاب الشرف شكون هما؟ العاقلين. ولو كان قاعد تكون بالسلسلة نتاع النبي وتكون جاهل سكيري، ما فائدة نسبك إلى رسول الله أو نسبك إلى أبي بكر؟ تفتخر بنسبك وأنت عياذا بالله لا عقل لك. فلو كان النسب يفيد أحدا لأفاد أبا لهب ولا أفاد أبو طالب عما رسول الله وقد مات حطبين من حطب جهنم. الله. إذن هذا الشرف
ناله الحبيب، صلوا على الحبيب. وشكون الشرف؟ أعظم الشرف وشرف تنازع فيه شكون؟ الكبراء. فتنازل الكبراء، وشكون والكبير يتنازل لك؟ فتنازل الكبراء لأصغرهم، لكنه أكبرهم كما كان يقول العباس. سيدنا العباس عم النبي كيقول له شكون كبير، أنت أكبر أم محمد؟ شكون اللي كبير في السن؟ شكون؟ العباس. ولكن من قالوا أأنت أكبر من محمد أم محمد أكبر منك سنا؟ قال لهم أنا، ما قدرش يقول أنا أكبر، بس ما قال أنا أسن منه وهو أكبر مني. إلى لك وتسقسيوا على السن والعمر، أنا أسن منه ولكن الكبير لا، هو أكبر مني. شوف الأدب، شو الأدب انت عمو، شو الإنسان كي يتعلم الأدب مع رسول الله، شو أنا أسن منه، ما قدرش يقول أنا كبير عليه. شو الأدب، شو الناس اللي رباهم القرآن، أنا أسن منه وهو أكبر مني، صلى الله على الحبيب. لا إله إلا الله. هذه الثانية الشرف. الثالث، الدرس الثالث، أنه حل هذا المشكل باش بسرعة. وهذا يلخص لنا جوهر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يوصل، ماشي بحالنا، يوصل إليك الحق بأيسر طريق، ويعالج المشكلة ببداهة وبيسر. هذه زوج خصال في النبي صلى الله عليه وسلم. أنا يمكن نتكلم لك 4 سوايع ونعطيك غير فكرة واحدة، دور منا دور حتى تكرهني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوصل لك الحق باش بأيسر طريق وبأيسر عبارة. كان كلمة يقولها غير صغيرة ويعود لها 3 مرات، وتحمل العلم الكثير. الدين النصيحة، اجمع فيها كاملة، الدين النصيحة، يا ربي يا ربي، ويكررها 3. والصحابة يبغوا شوية تفسير، يقولوا لمن يا رسول الله، لمن؟ قال لله ولكتابه، عضي فسه، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. واهدر مع أنت. قال أحد المحدثين فكرت في هذا الحديث فوجدته يجمع كل العلوم حتى كاد عقلي أن يطيش لما رأى من سعة هذا العلم في كلمات قليلة موجزة. كسيد النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اختصر الله لي الكلام اختصارا، لقد آتاني الله أول الكلم وآخره وجوامعه جوامع الكلم، واختصر الله للكلام اختصارا. فكما اختصر له الكلام يعطي المعاني العظيمة في الكلام القليل، اختصر له في السلوك يحل المشاكل باش بأيش. جيبوا ثوب، شكون كان يفكر واسمه غادي يدير واحد يقول له دوروا لي على شي ميدونة ولا قصة ولا بالخلطة، جيبوا ثوب، جابوا الثوب، يقوم كل زعيم، قاموا، كان يأخذ كل زعيم، يرفع يضع، السلام عليكم السلام. شحال هذا المعركة وهذا النار التي كانت ستشتعل، كيف أن النبي تجاوزها وأعفى الأمة من دماء ستهراق بغير حق. شحال دقيقة. ولذا قال برنارد شو الفيلسوف البريطاني، شو هذا الكلام تاع الفلاسفة، قال برنارد شو الفيلسوف البريطاني، قال لو كان محمد حيا لحل مشاكل العالم وهو يرتشف فنجان قهوة. شو هذا؟ والحق ما شهدت به الأعداء. لو كان محمد حيا، يقصد محمد شكون؟ الإسلام، منهاج محمد، إلا كانوا المسلمين بالصح. فهذا الإعجاز لا ينتهي بموت رسول الله، ولو أن رسول الله هو القمة وأصحابه ورثوا عنه رجاحة العقل. فرأينا عمرو بن العاص رضي الله عنه ما استطاع أحد في الروم أن يخدعه، سموه أرطبون العرب، وكان يقول اضربوا أرطبون العرب بأرطبون، أو اضربوا أرطبون الروم بأرطبون العرب. سرعة البديهة،
كان رضي الله ينجو من المآزق باش بأعجوبة بعقل، يعني حتى يوقع في الورطة وبسرعة بسرعة يستطيع أن يغير الهزيمة إلى نصر، ويستطيع أن يدفع ما وقع فيه بلباقة وسرعة ويسر، حتى لقد انبهر الناس أمام عقل هذا الرجل. مش كان مع الناس يا عمرو بن العاص، عندنا عمرو بن العاص، عندنا معاوية بن أبي سفيان، عندنا الصحابة رضي الله عنهم، كانوا عندهم واحد العقل. ما حسبك الصحابة كانوا دراوش؟ كانوا دراوش، كانوا يقبضوا تسابحوا سبحوا وخلي الأمة، يجي أمريكان يستعملوك لضرب الإسلام الوسطي، يجي لك السفير نتاع الأمريكي ويحضر لك تما ويعطيك الفلوس، أمريكان تعطي الفلوس لهؤلاء الذين يحبسون أنفسهم في الزوايا ويريدون والعياذ أن يعودوا بالناس إلى الموتى لتعظيم الموتى والمقابر، وما جعل القرآن إلا لإحياء الأمة. سيدنا النبي يموت يقول لهم اللهم لا تجعل عيدي قبري عيدا، لعن الله اليهود والنصارى، يموت ويقول اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يقصده الناس لتعظيمهم بدعوى أنهم يعظمون المولود. ما عظمتم المولود، ولكن عظمتم أصحاب القبور، العقول اللي ما زالت تستنى وتعتقد باللي الموتى راه غادي تنفعها، والميت إذا مات انقطع. ما هذه أمة ما تحررش القدس، أمة ألغت عقولها، أمة عادت إلى الجاهلية الجهلاء. الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. القرآن جاء يحيي، هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ما كانش اللي فلس الدين بحال التطرف في هذه الجهة انت اللي خذ المسائل فرعية، وبحال التطرف في المغالاة في المسائل الروحية، وفين وخلوا العقل، ودخلهم الشيطان من باب التنطع والمغالاة، حتى ولاو يقولوا الشيخ هو يوصلك لربي، يوصلك للحميضة، الشيخ جاهل يوصلك لربي الجاهل، ما عمرو قرأ القرآن، جاي الميريكان جاي الفرنساويين جاي المخابرات جايين ويكتبون التقارير. مؤسسة راند الأمريكية قالت أفضل ما يمكن أن نواجه به الإسلام الجهادي الشامل الذي يحارب في بيت المقدس هو تشجيع الزوايا والتصوف المنحرف. لكن المسلمين لا يقرؤون. أمريكان غي حارب الطالبان، دخلت في 2001 واحد الشيخ نتاع واحد الزاوية لأن كان طالبة ما تخليش ذيك الانحراف نتاع القبور، جاء عندهم الشاف نتاع أمريكان اللي كان من قبل من هذا، قبل ما كريستال كان واحد، ومشى عندهم وفتح لهم الزاوية، وجاب الشيخ ايوا يا سيدي وجاب الأتباع يزده، وقال في الكلمة نتاع ذاك الشيخ قال لهم والله إلا أمريكان إلى خير طالبان، والله إلا أمريكان إلى خير، هما اللي خلونا، لأن الشيخ يستامل ويعطيه الفليسات ويحبس له كل شيء. ذوك اللي هذوك اللي ما عندهم شيء استحمروا، باش تحمروا بالدين، الدين جاء باش يستحمرك، الدين جاك باش تكون راجل. القرآن راه يخاطبك يا أخويا، القرآن يخاطب العقل ديالك، جاي يحرك من التقليد. وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أتتبعوا من لا عقل له من أجدادكم. على كل حال زحفت عقارب الساعة بسرعة، ونحن نتحدث عن الدرس الثالث من دروس إعادة بناء الكعبة على عهد محمد صلى الله عليه، وهو الدرس الثالث، واسمه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل المعنى العظيم بأيسر الكلمات، وكان يحل الأزمات العظيمة بأيسر الحركات. هذه خاصيته.
ولو كان عندنا الوقت ممكن نتكلم كيف كان يحل المشاكل العظيمة. دقيقة. مشاكل اللي كانت غادي الأمة تنفجر فيها، فيتدخل باش بسلوك بسيط فيحل مشاكل عظيمة. ما أحوجنا إلى مدرسة رسول الله. إذا كتب الله هذا ما أعطيتش حقه، هذا الدرس الثالث ما أعطيتش حقه، ولكن إن شاء الله بالإشارة يفهم اللبيب، والإشارة تغني عن العبارة. وأنا راني ربما كنت أتكلم مع شباب عاقل قاري راه يفهم واسمه هادشي، ما يبقاش عاطيها يتقاتل على على المسائل الصغيرة. أنت ربي خد بعثك لحوايج كبار، بعثك خالفته في الأرض، بعثك لاستعمار الأرض، بعثك لكي ترفع هذه الأمانة وتبلغها للناس، واش تبقى مشغول تدق في الجوامع؟ ربما راك فاهمني، ربما راك فاهم، ولا ما راكش فاهم نطلبوا الله يفهمنا. وهذا الشيء راه يقتلنا، يعذبنا هذا الشيء راه يعذب بزاف. نشوفوا في الحاله نتاع الامه يجمعهم الزماره والبندير وتجبرهم وتجمعهم الليالي والنوادي والكوره وما يجمعهمش وقت الجد، والله ان القلب لينزف وان الكبد لتتفتت. واقسم بالله لوددت انا العبد الضعيف لو كنت تحت التراب، اقسم بالله. هذه غادي تصيبوها هنا يا مسكينه، جات تصلي معنا من عندها البنيه تاعها راه كتبت هي امها فيك تاع جراده ان شاء الله، عندها الشال كحل والجلابه برمضيه وعندها الملف كامل وخصها ادويه وخصها كذا، فيها الكونسير البنيه تاعها وراه تكون بها ان شاء الله. عاونوها ان شاء الله تبارك. عندي ان شاء الله تعالى الزوج ديال المريضه بالضيقه، ها هو الاخ تاعنا دائما راه كيجي وراه مكمل والمرض ديالو دائما في السبيطار، اللي يبغى يعاونه ان شاء الله تبارك وتعالى ان شاء الله. الدواء الثالث هو جينوتروبا نتاع زوج نتاع النساء عندهم بنياتهم في وجده ما كيكبروش. ايوا يا سيدي، وهذا الدواء كيدير 103,000 وكيدير سيمانه وكيديروا على الاقل 3 سنين متابعه. اللي بغى يتبنى شي واحد ولا نعطيه له ان شاء الله الاخر. الرابع سيدي شي دواء تاع السرطان تاع سلطر شوا عندي هنايا ان شاء الله، اللي بغى يشريه ان شاء الله تبارك وتعالى. الخامس دواء تاع السرطان، حتى هو دواء تاع السرطان ان شاء الله تعالى. هذه 5 ديال الاعمال الاجتماعيه. بالنسبه للادعيه، الاخ يسال الدعاء لزوجته بالشفاء في الظلال، صلى معنا هنايا الله يشافي له الزوجه ديالو بالسكر. يعني المرة اللي فاتت صلى معنا السيد في الظلال وحملني أمانة أن تدعو لزوجته بالشفاء، الله يشافيها يا رب العالمين. السي علي إن شاء الله تعالى يسأل الجمع الدعاء لأولاده بالصلاح ولزوجته بالصلاح، اللهم اصلح أجمعين يا رب. والأخ نتاعنا السيد الحمداني اللهم اشفيه وعافيه يا رب العالمين، واشفي جميع مرضى المسلمين وقضي حوائج، نعم وقضي حوائج المحتاجين. والسي بن يونس راه دائما كيسقسي على الكروسات، يعني كاين شي ناس اللي مرضوا وذاك الشيء والدبابيات اللي يبغى ان شاء الله يعاون ان شاء الله. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. يسال الدعاء العمل والذريه، الله يجيب لك شي عمل صالح ويعطيك واحد ذريه طيبه، والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد.